فكر في الوقت. من اول يوم قول المانح بتاعك اللي بديك انا هاخد 2-3% من كل دولار او من كل ريال للوقف. عشان ما تبقاش انت قاعد بعد 20-30 سنه لسه بتدور على وقف. المرحله اللي اتعملت في الاغاثه الاسلاميه عندهم دلوقتي يمكن 20 مبنى بتكون فيهم 3 4 4 في بريطانيا او 5 وبعدين في امريكا في 1 أو 2 فرنسا في 2 بلجيكا في 1 في المانيا في 1 في كندا في 1 في البوسنه في 1 في مالي في 1 في السودان في 1 بقى انا مش قادر افتكر ايه الباقي كلهم يعني. دي اصبحت في المرحله الاولى اللي هي المرحله الاولى ان انت توفر وبعد كده هو تخش في ايه؟ في الاوقاف اللي هي نمره 10 هنا هو اللي هو الشفافيه بناء فريق العمل. اي مؤسسه هي فريق عمل. ما بين الامناء وما بين الموظفين وما بين المنفذ وبعدين ايه؟ اللي هم رؤساء المجلس اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو اداره الوقت. هذا خلص. يبقى ايه؟ برنجا ليست دي اللي هي احنا اعتمدنا فيه اللي هم ال 10 نقط دول اللي هم 30 نقط. انا مش بقى اعوذ بالله مش عاجبني. احنا مش بنقول احنا عملنا حاجه ما اتعملتش قبل كده. هي متجمعه بس انت لما تيجي تخش دي بعد المعايير. تقدر تنفذ 10% تقدر 20 تقدر 50 معيار انت حر. كلها اجتهادات. كم الساعه دلوقتي؟ نعم 12 احنا قدامنا بتاع نص ساعه اسئله واجابات و وحاضر عينيا انا بحبك بس اديني بسمه كده ايوه كده دي اللي انا عايزها دي اجي لك بقى عشان ابوسك اديك قاعد مش انت انا حبيت موي انت البسمه الصبحيه اديك قاعد اقعد اتحرك عليك البوسه يا عباس ماما تمام اذا حبيت احسن تفضل مصطلح الروح في نحن مؤسسات المجتمع المدني نحن احيانا نصنفها الروح هي عباره عن الانسجام بين الفريق او العمل كمبدا قائد وليس مبدا مدير نحن هذه المفاهيم يعني صراحه كثير من المؤسسات المجتمع المدني تطرق هذه المفاهيم الجديد يعني اما هي بالاصل يعني كثير من المؤسسات تفتقد هذا الروح تفتقد الانسجام بين الفريقين يعني. لعدم انه احيانا يكون ما في مساواه ضمن المؤسسه الواحده احيانا تكون المؤسسات اذا طبع شخص يكون يعني صراحه يعني فبكون الانسجام متفاوت يعني حتى يعني للاسف يعني في بعض المؤسسات يعني القرابه هي الرتبه الاعلى ونحن هي اذا شايف ما خصنا هذه المسائل الشخصيه ضمن مؤسسات الانسان سامعك تفضل اذا ما خصنا الطابع الشخصي ضمن المؤسسات فهي مشكله كثير خطيره علينا كل مؤسسات احنا ما نضد انه مثلا انه يكون توصيف او توظيف على الخبرات ولو المشكله الاساسيه ثاني بس الاسئله شكرا كثير دكتور على الادويه الاسلاميه للمنظمه اللي تعمل بها ولكن تعمل وفق معايير انسانيه فانا عندي سؤال تفسري اسمح لي يعني زي بتحكي بالعاميه كثير من المنظمات لازم ترفض الخلفيه المسيحيه على سبيل ليش؟ تحت حجه انه نحن مع المسلم فما راي حضرتك في هذا الموضوع؟ علي في سؤال ثاني معلش ولا طب كم خاطر استاذ ثاني عشان نخلص مع الجواب لا سؤال ثاني بتاع بالنسبه لموضوع عدم وجود اعداء داخل المنظمات الثوريه يعني حضرتك مثلا في احد اللوجوهات اللي وراك وعلم الثوره ما راي حضرتك بافتتاح تمام اتحاد المنظمات فهذه رموز ثلاثه رموز عدم الثوره ما راي حضرتك بافتتاح في مناطق النظام او في مناطق اللي هي خلينا نقول معادله للثوره في كثير من الاطراف شكرا تفضل السلام عليكم طبعا بالمطابقه مع وعدم التركيز وعدم نحن الموجودين اغلبنا كيف نحافظ على السياق بما يتطابق مع المعايير الدوليه في الموضوع هذا لانه المساله بالنسبه هي غير واضحه لحد
والبعض قد يتخذ منها ذريعة بمعنى القيادية السياسية وعدم أخذ الموقف. فكيف نحن نتجاوز العقبة؟ هي كثير مهم السؤال. طيب، ثلاث أسئلة. أربع أسئلة. السؤال الأول عن الروح بين المنظمات. الروح وأخبار حياتك دي. الكلام اللي حياتك قلت ده بوظف بنتي ولا بوظف قريبي، ده أصلاً يروح يعمله شركة خاصة يقعد فيها هو وولاده ويبعد عنه بغض النظر هو مين ولا هي مين. بغض النظر، أنا بقول لك بمنتهى الصراحة، هذا الشخص أو هذه المجموعة بس ده مش عمل إنساني. أنا بنتي حرمت، سمعتك أهم من بنتك تشتغل في الوظيفة غدا معاها، اللي مش عاجبه كده ما اشتغلش عمل إنساني. لو اتكلم كلام بيعور، ولازم الناس تتعور عشان تعرف إن في جراح هما بيعملوها الغير تابعة، مش عايز أقول بس خلاص. حتى في بعض الأماكن بنجيب ناس من خارج المدينة عشان التوزيع ما يكونش في اسبانيا. في كل ركن من الأركان يميل لهذه القبيلة عن هذه القبيلة. دي القاعدة الأولانية في السؤال الأول بتاعك، ودي اللي بتقتل الروح. وأنا مستعد من يريد أن يقارعني في هذه النقطة. أنا مجتمع، خلاص؟ أنا مش حزب، زي ما أنت عايز. عايز تعمل حزب؟ أنا مجتمع. إن لم أستطع الإنسانية، هرا ولا من بنجلاديش ولا من كذا ولا من كذا ولا من كذا، بدك بعمل دعوي لتشابكات في جوانب فضيلة للعائلة هذه والعائلة هذه والعائلة المذهب، وده من الدين وده من الجوار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا ليه بنضيق واسع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجميع، بنعمل ايه؟ طب وبعدين في حاله اللي حصل في سوريا لابد ان نعم مع الجميع. انا كان احد امنياتي ان انا ابص من اجل عيد ورشه احد ورش مؤتمر قمه الانسان، وقدمت فعلا ولا ما في الزراعه ولا وطيت غلط ذهبت ان انا بقى ما لي على بنظامتك ولا انت في حاجات. شوف انت مش متأكد. انا لازم اقول الكلام ده ليه؟ دي مسؤوليتي. مسؤوليتي هكذا يسير العالم. حي من احياء القاهره او حي من احياء اسطنبول، العالم موجود في العالم كله. العالم موجود في العالم. إذا أردت أن إذا أردت أن إيه؟ أن مش عايز أقول لك تفتح عيب إلى هذا المستوى. لا مش هتفتح عيب. إذا أردت أن نعلم، إذا أردنا نحن أن نعرف كيف يعمل العالم، فلا بد أن نرى العالم كيف يتشابك مع بعض. وده بالنسبة لإيه؟ للأسئلة بتاعت حضرتك السهلة. في سؤال تاني بعد كده؟ نفس السؤال من نفس الأخ عن افتتاح المنظمات أو عمل نشاط لها بالمناطق النظام أو المناطق المعادة للثورة العلمانية. ده الطبع. أنا ماليش دعوة بالكلمتين دول، اشتغل في أي مكان. أنا في مؤسسة من المؤسسات كانت استعملت بعض الشعارات اللي أنت اتكلمت عنها حضرتك. كنا عملنا ائتلاف، قفلت الائتلاف. تتنازل عن ورجعوا المؤسسة تضرب بعد 4 سنين. هي لسه موجودة قائمة هنا عندكم. واحنا غلطنا اللي احنا استعملنا بعض الأشياء على الصفحات بتاعتنا وبعض الأعلام على الصفحات بتاعتنا. ده مش عمل إنساني، ده عمل سياسي. منتهى الصراحة أنا بقولها كده قدام الناس. حبيت تجيبونا تاني مرة تانية أهلا وسهلا، ما حبيتوش أنتوا حبيتوا. العمل الإنساني دي معايير ولي مسارات وتحكمه مؤسسات عالمية ودولية. فإن أردت أن أكون جزء من هذا العمل أفرض ثقافتي الإنسانية على المجموعة. السؤال الرابع، التعاون بين المنظمات تجاوز السلبيات. التعاون إيه؟
تجاوز السلبيات في التعامل بين المنظمات. مين اللي قال السؤال ده؟ الدكتور جواد ولا في السؤال ما لا انت قلت ايه سؤالك؟ سؤاله اخر سؤال شعارات الثوره. ايه هيك السؤال الاخير اللي هو شعارات الثوره. بس عامل اسامي مالوش دعوه بالشعارات. اجاوبت عليه مالوش دعوه بالشعارات. تمام ما في في ولذلك انا قلت في الاول خالص كيف اكظم غيظي وكيف الا احول رايي السياسي الى راي مؤسسي. بالك تفضل النقطه هي الشائكه بالنسبه لمعظم. انا مش مختلف معاك تماما. هل النقطه هي بالضبط عزل موقف السياسي عن عمل الانساني؟ انا اقول لك تعمل خاصه انه ما في معايير واضحه للفصل بين الحالتين. في فممكن من خبرتك الشخصيه. هو انا بشتغل على الطفل. ممكن بقى بشتغل على طفل اسب عين البنا صح؟ انا بشتغل على طفل ده اقول الطفل ده حصل كذا 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 كذا. انا ممكن اطلع اقول ان الاطفال اللي ماتوا نتيجه القذف اللي هو ايه؟ القراميل او كذا وكذا واعمل قضيه كبيره جدا على قضيه البراميل دون ان اسب. الفرق هنا في النقطه دي. انا بتكلم عن حدث يخرق اللي هو المعايير الإنسانية اللي بيؤدي إلى هلاك الناس كلنا نشارك فيه لأن الآخرين متبنين قضيتك لكن مش سلام. أنا ما عنديش مشكلة نكون في ودي مدت الأطفال الشرود وكل الحاجات دي كاسي مع الآخرين مدينة ما في مؤسسة ده اللي بتقال وأنا مش عارف عاوز من أمشي وأنا صلي على النبي. أنا حال عاجل أنا عشان أخش في العمل الدولي عشان أتعلم هم بيقولوا إنجليزي مفهوم في المجتمع ده. انا بدات افهم الناس بتتكلم قوي اللي بيخليك تفقد ايه قضيتك فخاصة في المجتمعات الى اخره. مش فرض ولي ثقافات ولي معايير وعندهم ازيك ادوات في المثل. ممكن حد يكتب لنا موضوع المنظمات المجتمع الاسلامي بل الناس الطرف الاخر انا بتعامل معه. انا بشوف كمان من الطرف الاخر اللي هني اسمهم علم لا يقبلوا التعاطي. انا بطلع دوليا وشوف من المنظمات العلمانيه او لدول منظمات اللي انشئت في ظل الثوره يا دكتور انشئت المسلمين لحتى افرض علي اللي كثير والمنظمات المحليه في ظل الثوره السوري ربطوها بالسياسي الاهلي المعتقد اللي ربطوها بالعمل السياسي ما بقدر أنا. شكرا لك. المنظمه عندها حضرتك هل ندمت الان الظروف الحالية وما تكالب العالم على انا ارجع على حاجة على جزء من هذه الجمعيات لابد في مسارات اقتصادية في مسارات حقوقية في مسارات مسؤولية الجمعية دول كلهم اساسيين. لا ممكن منهم هو يتخصص في العمل فرق كبير جدا من العمل السياسي والعمل الحقوقي ما يتخصص في العمل الدعم تعمل كل حاجة الجمعية ده اللي انا بتكلم فيه تنجزوا لانهم ده عايزين يخشوا في المناطق دي كلها لكن ايه بيربطهم القرارات السياسيه اللي بيضغط عليها حكومات. يعني لما نتكلم منتهى الصراحه يعني كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها هي مشاكل السياسه بتاعت الحكومات بعض الحكومات اللي متآزره مع بعض في مكان ما ضد ايه؟ ضد فكر ما او الى اخره. فلذلك انا اتمنى ان 4500 جمعيه اللي هو يكون عندهم 20 او 30 او 50 او 100 تخصص. وكل منهم يبدع في التخصص ده فنستطيع نطلع اعظم او اجمل او احسن الجمعيات الانسانيه والجمعيات الاجتماعيه والجمعيات القيميه والجمعيات الثقافيه والجمعيات السياسيه والجمعيات الايه الحقوقيه والجمعيات بتاعت اللوبينج يعني ايه اللي هي منصره علشان يبقى انت متخصصه في ده انا هتمنتي مرجعيتي زي ما انا كنت بقول في الاول الدور والقياده. انا دوري كذا انا هكون قائد ومرجعيه في كذا محد يتكلم في حته حقوق الانسان يجي لي انا لكن مش هينفع يجي في حقوق الانسان والصحه والتعليم وكذا لا مش هيبقى ايه العمليه مش فيها ده لا انا مش مختلف معاك بس انا بقول ايه التخصص في المسارات دي كلها. السؤال الاخير هل ندمت على وضع المأذنه؟ ما ندمتش طبعا ومش هغيرها. اقول لك ليه؟ في فتره معينه او لا بس في حته انت قلتيها انا
حتة بتاعتي هم واحنا ايه؟ الأغاثة الإسلامية عندها مأذنة واسمها ايه؟ خدت لسوريا بتاع 90 مليون جنيه او صرفت لسوريا 90 مليون جنيه في الأربع سنوات الأولى. ثلاث أرباع الأموال دي المؤسسات الدولية. في اليمن أكثر من 100 مليون. وهي اسمها ايه؟ إسلامية. وهي عندها ايه؟ مأذنة. هم شافوها شوف شوف حضرتك اسمها الدكتور ايه؟ والأخت ايه؟ أسماء ولا خنساء؟ الاثنين. أسماء قصدي مش أسماء أسماء مسلمة أسماء إيه لا مش مسلمة أسماء سمية سمية. طيب والأخت فتحت أبوابها للعالم لأفرادها وبدأت تخش تفرجوا عليها سنة 2 5 10 4 لازم ما فيش احنا قلنا البنت بطيخة الله تعالى مش هتدخلي الجامعة بكرة صح؟ فكل حاجة ليها وقت وليها ثمن وليها تكاليف. فبالتالي لما اجي اتكلم عن مثل لو الإغاثة الإسلامية طلعت في حتة ثانية في مناطق الشرق لك سر في مؤسسات في أماكن أخرى ومع ذلك مع كل يعني التحفظات اللي عندك موجودة. شوفي أختي الفاضلة كانت مش صورة هي مسيرة وهي معرفة يعني مسيرة إن أنت جيت شفتيني كده وطيب كذا خش البرنامج مع بعض 5000 دولار 10000 مالناش عندك سكان ومخاطرة تعمل مخاطرة لك مش عارف ما سواء كان لما عملنا شراكة مع كاثوليك اللي هو أحد جمعيات كارتاس في بريطانيا ننتقدهم إزاي تعملوا شراكة ومن المسلمين من ينتقد نبني هذا الجسر ها اللي هو هيكلفنا قد يكون سرعة بنائه من ناحيتنا إحنا أكتر من نعمل حاجة وأصحاب الألم وعايزين نسرع طالما إحنا حاطين من أفيل أو المسلم إيد أو مؤسسات كتيرة جدا بس من خاصة من الأمم المتحدة أنها مؤسسات غير دينية 25 طيب إحنا قدامنا في حد المنظم عايز يعمل حاجة منكم أنتوا أو تعالين في أخت أنا رفضت تعالين أنا أتكلمي لأن أنا يا وسكينة ذكرت مثال إنه أنا ممكن أعمل دي الأطفال اللي يعني يموتوا بالبراميل طيب هل أنا أكون دخلت في تحيز لطرف ولا لا هو أنا خاص الجو حالك حال خاص الجو جيم من بلد أو زد وبس أدري سؤالي إنه أنا إذا حددت طرف إنه مثلا التحليل هو اللي هو بيدخلنا في ثاني عمل إنسان أنت بتتكلمي على واقع تمام قولي بقى يمين أو شمال أو فوق يا لا يد دول العالم تقريبا مثل الجمعيات هي بدها تشتغل بالمناطق اللي ما في يوم من الايام اللي انت اللي مش مشتغل من دمشق نفسي كيف ابني الشراكه كيف ابني المجتمعات الاخرى طب انت بتتكلم عن الوضع في السودان لان الوضع استقر دلوقتي كان في صراعات او ثورات بمعايير يعني يمكن اخت قالت معايير عندنا جمعيات ميزانياتها وهي لسه في سنة أولى أو تانية أو تالتة أو رابعة إلى آخره. واخد بالك؟ يعني وهي صغيرة في ثلاث سنين تلاقي حد تاني يدوله في الدنيا. واخد بالك؟ في أربع أو خمس مؤسسات كمان إحنا اتكلمنا في الأول خالص عن رؤية القائد معناها إيه؟ معناها إنه بيشوف الحدث ده وهو فيه صدمات وصراعات وبيشوف الحدث ده مرحلة السلام وبيشوف الحدث ده ما بعد السلام. ما ينفعش القائد يشوف الحدث بس فقط ساعة الحرب أو ساعة الصراعات. أو صارت الثورات لا لابد يشوف المراحل المختلفة دي وعلى أساسها يحسب مسارات كل مرحلة من هذه المراحل لكي ينتقل من مرحلة ألف لمرحلة ب مرحلة ليه احنا مثلا في جنوب السودان شغالين مع الناس اللي مش مسلمين ليه احنا لغاية دلوقتي في الشيشان لغاية دلوقتي المكتب الإغاثة مفتوح بالرغم انك بيفتشنا بقى ويسجن صاحب المدير التنفيذي بتاع المكتب هو كان برضك من اصل سوري سبعة او ثمان مؤسسات امنيه في روسيا ساعه الحرب
حرب بين المسلمين والحكومة، وبعدين تجمع السلاح الإسلامية مش عارف كذا كذا كذا، وفي نفس الوقت الأكبر برنامج بيدعمنا هو برنامج الغذاء العالمي. كان في جمعيتين فقط اللي هي الجمعية الدنماركية للاجئين دي ار سي والإغاثة الإسلامية، كنا احنا 50% و50%، لدرجة إن المخازن بتاعت الإغاثة في انجوشيتشا في نظران كانوا بيخزنوا فيها اللي هي الستوك بتاع الايه او اللي هو المواد الغذائيه بتاعت برنامج الغذاء العالمي اللي هيخش للشام. كنا بنأجر لهم المكان عندنا، كنا بناخد على كل طالب بنوزعه مش عارف 40 دولار او 50 دولار او غيره. ده فين في الشام؟ لان الامم المتحده شافتك ان صح انت اشعارك كذا، والحكومه الروسيه خايفه من انت تكون في علاقه بينك وبين اي تنظيم من التنظيمات دي كلها، فكان كل شويه تخش عليك طب دي 5 كيلو 10 كيلو الى اخره للصندوق نفسه. كانوا بيزوروا يخشوا يزوروا الصندوق راندوم يعني عشوائي. فلو لقوا في صندوق صغير قالت لا ده انت اكيد بتقول لنا 5 والكيلو ده انت مطلعه فلوس عشان ايه؟ تدعم بيه حته ثانيه. مش وديك ومع ذلك المكتب لغايه دلوقتي موجود. اما ننظر برضك زي ما انا قلت ايه؟ ننظر برضك للنجاحات، صحيح في عقبات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لكن في نجاحات. فالصين اشتغلنا مع الصينيين، اول مشروع عملناه كان في منطقه اسمها شيان، مدينه اسمها شيان. كان فيها فيضان في 2002 ساعه اللي هو كاس العالم اللي كان في كوريا الجنوبيه وفي اليابان. كنا بنتفرج على كاس العالم واحنا كنا بنبني بيوت للبوذيين. لمين؟ طيب. السنه اللي بعدها عملنا مشروع لرفع الميه في مناطق المسلمين. ايه المشكله؟ واحد بوذي بيته اتهرب. دخلنا مشاركه مع الحكومه الصينيه هم 50% واحنا 50%، بقينا حوالي 52 او 300 بيت. بس بعد كده عملنا رفعه ترفع الميه للمناطق اللي هي في الشمال الغرب ده، وتحولت المناطق الصحراويه اللي فيها الى مناطق خضراء. فلذلك يا اخوانا جزء من الحاجات دي يعني انا يمكن قلت انا مش عايز اتعبكم بكثر الكلام، جزء من هذا الامر ان كيف احب العمل اللي انا بعمله، احب كل انسان اسعى الى الوصول اليه من خلال قيمي وثقافتي وروحي ورسالتي ومهمتي، وفي نفس الوقت ادافع عن الانسانيه اللي انا جزء منها. يعني اكتر ناس متضررين في العالم دلوقتي المنطقه اللي قاعدين عرب، صح ولا غلط؟ فعشان ادافع عن هذه المنظومه وانا في وسط مجتمع كبير وبتعلم لغه النقاش والحوار والتشابك والتعاون معهم وادفع بقوه. يعني في مؤتمر القمه الانسانيه اللي اتعمل السنه اللي فاتت في اسطنبول دفعنا بقوه عشان كلمه ارهاب تتحط على قوانين الارهاب للتاثير على فعاليه العمل الانساني. شالوا كلمة إرهاب. ممنوع تحط كلمة إرهاب. خلاص؟ وحطوا الفعالية دي تحت حاجة اللي احنا بالورقة اللي احنا وصلنا. أنت محكوم وأنت دخلت فيها. لا مش لكن ما تتركش بقى وتقول لا مش عارف وتقلب. كرسي الكرب معناها أنت بتضرب الإيه؟ لا مش عايز بس نخلص. عاوز يسألها هو؟ معلش أنا بس حاسس مع السؤال ده لأن الوقت اللي هناك دي هذي خفيف عليا. إنه أخذ أنا بويتي كان واحد من الورشات هو الذي قال سنوات حسينا إحنا كسوريين تحول المجتمع، وهذا الشيء كثير كثير بيحز بأنفسنا. لذلك تشوفه كون إنه ألمان سياسته كيف نحن كجمعيات ممكن جمعيات يكون الفرد. طيب أنا بس فعجالة جدا عشان أنا شو بغني ثلاث وصلات أنا غني ست وصلات. كده برضك نحنيح ان الغذاء على التوازي يعني انا بس بس ما تسالنيش بقى حاجه ثانيه، هحاولها بسرعه كده عشان اسوق عايز ايه تتغدى. ما راح ارفع العلم الاحمر. تقسيم الميزانيه يا اختي الفاضله دي ورقه احنا كتبناها مش انا كتبتها. 65 هو ما بيقول مين؟ بشار اسمها تقليدية 15% إغاثة نوعية 10% اللي مناصرة
إعلام 10% لإحداث استراتيجي تنمية. هذه النقطة الأخيرة اللي تكلم حضرتك عنها دي، إحنا بنتعامل مع متبرع تقليدي عايز 100% يروح على بس تقليدية، ده اللي بيخلي الاعتماد ده والتساؤل اللي تتكلم عنه واضح. أنا بقول له لا، أنا عاوز 65% تقليدي وهقول له 15% دي إغاثة أيضا، بس إغاثة نوعية. هعمل فيها إيه؟ هبني فيها المجتمع اللي بيتهدم من أول يوم، كوادر، جمعيات صغيرة في الداخل، جمعيات صغيرة في الداخل عندك دي عايزة تتبني، هتجيب لها فلوس منين؟ هم مش عايزين أكل، عايزين يعرفوا يكتبوا تقارير، يكتبوا حسابات، يعملوا حملة دعائية إلى آخره. والعشرة في المية دي يا أختي الفضيلة الأخيرة، لنا لو البلد كلها ما فيهاش مكان آمن يبقى بعملها احتياط استراتيجي محطوط في حساب بنكي لغاية ما يجي على مرحلة السلام. لا يمس، لا كم 15 ليه؟ لأن لما بتيجي السلام يجي وتخش الدول بتاعت الأموال للمؤسسات الغير إنسانية عشان تبني البلد شركات، فلو أنت مش موجود عندك احتياط استراتيجي في الوقت ده مش هكون لك على الأرض. سياسة اسرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ما هي السياسة اللي بنها المجتمعات؟ أنا عايز أتجوز واحدة وأخلف منها وأشوف أحفادي، أنا هعمل احتياط استراتيجي وأحمل الحاجات دي كلها. أنا عايز أمشي مع واحدة كده من غير مسؤولية هكون بحاجة وأمشي، أو حاجة لمدة شهر أو شهرين في بعض المذاهب الفقهية مفيش مسؤولية. لكن من أول يوم عايز أبني مجتمع. من أول يوم وأنا مش شوف بقى يا أختي اسمك إيه؟ منال. يا أختي منال، أنا لازم ما إحنا قلت كلمة مش عارف كانت صح ولا غلط، قلت لابد إحنا نعمل مسيرة ونجعل الآخرين يسيروا معنا فيها ويسيروا من خلفنا فيها. مش هيكون لك هذه المسيره اللي بيكون عندنا ابحاث ورؤى وسياسات بنحطها ونقدمها للمجتمع. فاحنا بنقول 65% هنا 15%. اوعي تنسي الاعلام والمنصه، وده اما في منطقه امنه فننميها ل 10%، لان لما هننميها تعرف هنعمل فيها، هيبقى فيها كوادر، هيحصل لها نزوح داخلي، هيبقى فيها بعض المنتجات بتطلع، هيبقى فيها سوق، هيبقى فيها كذا، هيبقى فيها كذا الى اخره. فلو ما كانش فيه، لو كان البلد كلها ما فيهاش اي مكان امن يبقى كان احتياط استراتيجي، وده اللي بنتكلم عنه. وانا طبعا مشرق عليكم عشان عايزين تتمتعوا بلقاء الله سبحانه وتعالى في صلاه الظهر، وثم تتمتعوا بلقاء البطون. اعتقد الغدا هيكون اول الساعه كم؟ هي الساعه كام؟ الساعه ربع ساعه. هم الاكل الساعه كام يا شباب؟ واحده يعني. انا عارف انا سواء ما عنديش مشكله انت اللي تبدا. لا بس احنا نروح بس عليهم ممكن اصلي اليوم. اخر سؤال بس عشان عايزين ايه، انا عايز افكك، لان انا مشفق عليك والله. لا انت سعيد بس انا مشفق. انا مشفق عشان انا مشفق اجري يا ربي. دير دي اخر التليفون ولا اسمه اخر ايه؟ تليفون ولا تليفون مش عارف بسميه. فحسب خبرتكم في مجال العمل الإنساني، مثل ما يكون شايفين اليوم كل المنظمات، كل منظمة تعمل لحالها وتشتغل لحالها، وهذا بشكل مفروض ضعف. فما هو الحل؟ وصلت الحل؟ تفضل. عايز تكمل؟ تفضل. لا لا لا، لو أنت عايز تتكلم على الشراكة وعدم التنسيق وعدم التعاون. نعم. أنا عاوز منها مش يمكن الآن، يعني التنسيق والشراكة أصبح فرض عين. خلاص؟ وبناء الشبكات مش نبني شبكة من أجل بناء شبكة، لا، نبني شبكة من أجل بناء مجتمع. نبني من أجل بناء منظومة، من أجل بناء مسيرة. يعني الهدف من بناء الشبكة مش عدد الجامعات اللي في الشبكة، قدر ما هو تأهيل الجامعات اللي في الشبكة التي تستطيع أن تبني المجتمع معاً. وتخف آلام وجراحات المستفيدين. ده هدف الشبكة. أنا ما حدش يقول أنا شبكت فيها 50 وشبكت فيها 20، لا، ولا يسمع عندي ولا مليم.
بعد 10 سنين في الاسلام في بريطانيا عملنا منتدى اسمه منتدى خير الاسلام مسلم تشايلدز فورم بعد 10 سنين في 17 جمعيه بس 10 سنين والناس عايشين في بريطانيا وفهمين التشبيك معناه ايه وفهمين التنسيق معناه ايه وفهمين التعاون معناه ايه ومش حاجه دي. ومع ذلك لسه في يمكن 50 ولا 100 جمعيه مسلمه ما دخلتش. لكن بنتكلم عن ايه؟ ايه الهدف من بناء الشبكه؟ ده انا عندي شبكه وانت عندك شبكه وهو عنده شبكه وده عنده اتحاد كل ده ولا يساوي ايه؟ بالنسبه لنا ولا يساوي 3 مليون. الهدف هو صاحب المال. مين صاحب المال؟ اليتيم اللي بيدفع مرتبه، مين اللي بيدفع المرتب بتاعي؟ اليتيم والارمله والمسكين والمغتصبه والشديد والنازح والشيخ الكبير والمريض وغيره. هم دول بتوع ايه المرتب بتاعي، هم دول اللي عاملين البيت بتاعي اللي انا قاعد فيه، هم دول اللي بيبنوا الجمعيه بتاعتي. فشبكه ولا مش شبكه ولا اتحاد ولا مش اتحاد لابد ان يقوم على ركيزه واحده، صاحب المال. علم المانع ان المال مش بتاعك، المال بتاع اليتيم. وعلم المدير ورئيس مجلس اداره ان انت خادم مؤتمن على مال اليتيم. هو ده الاصل اللي احنا بننساه ساعات او بنعظم من امرنا بقدر اعظم من تعظيمنا لقدر القضيه نفسها. المشكله هنا ان انا ما ينفعش اسيب المؤسسه. ليه؟ لان انا القائد الملهم. لان انا لا ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. ما انت بتيجي عايز تاخد موقف من النظام السياسي بيطبق نفس النظريه تبقى انت عندك الناس ايه بتعمله وانت بتقول فيها قال الله وتحول قال الرسول وتحول ايات قال الله وقال الرسول لمصلحه شخصيه. فلذلك اهم شيء في انجاح هذه الاعمال هو معرفه ان من يمتلك هذا العمل هو الذي الطفل الذي يموت متلك من التلك اللي بنسميهم فروزن تشيلدرن. ها هم دول بيدفعوا لي الراتب وبيدفعوا لي الايجار وبيدفعوا لي كل شيء. شوف بقى المسؤوليه دي ازاي؟ شيل بقى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وقفوه ارايت الذي يكذب الدين حطها كده. حط هنا الذي يدعو اليتيم. زي بعضهم. الذي يكفر بالدين هو الذي يدعو اليتيم. شوف قد ايه؟ اضعف مخلوق او اضعف الانسان في المجتمع اللي هو اليتيم. ده كنت اتكلمت النهارده عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافه اعتزل ثلاث ايام صح؟ كان عندكم في سوريا. ومراته دخلت بقى انا بنت الخليفه وزوجه الخليفه واخت الخليفه وحفيده الخليفه وفرحانه زي اي وقت كلنا فرحانين. لا ويحك يا امراه. ويحك يا امراه لقد وليت امر هذه الامه ما وليت. فإذا فكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والأرملة الوحيدة واليتيم المقهور والشيخ الكبير ذو العيال الكثير والأسير المظلوم وفي كل هؤلاء المستضعفين من أمتي وعلمت أن الله سائلني عنه وعلمت أن الذي سيحاججني أمام الله سبحانه وتعالى هو المصطفى صلى الله عليه وسلم فخشيت ألا تثبت لي حجة في حضرة الله سبحانه وتعالى ثم حضرة المصطفى. فرحمت نفسي فبكيت. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمني في هذا الموقف العظيم. عرف أن هو هناك في هذا الموقف وهذا الموقف وهذا المكان العظيم اللي هو المسؤولية الكبيرة يسأل عن اليتيم والأرملة والمسكين. مش يسأل عن الأمراء والوزراء والتجار لا 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 وهذا بالتالي كونوا كعمر بن عبد العزيز ان لم نكن كمثله هنرى ما نرى دلوقتي من الحسد والضغينه والفرقه والتسييس والتعذيب الى اخره وما عمر بن عبد العزيز الا انه شخص احبه احب الله فأحبه الله ورسوله. لذلك في الأول أول حاجة سؤال أنا سألته إيه؟ من هو أشهر الناس
هو من أحبه الله. بل هي ماشية غير عطاتها تكمل. أنا أشفقت عليكم ولأن عارفكم تحبوني أكثر من حبكم يا سيدة سمية. وجزاكم الله خير ونلتقي الساعة 2. أنا أعمل لكم